هذا أخ من فرنسا يطلب نصيحة لأهل السنة في فرنسا، وجزاك الله خيرا يا شيخ. وإياكم، أنا أنصح الإخوة جميع أهل السنة في فرنسا أو غيرها أن يجتهدوا في تعلم علم الكتاب والسنة، وأن يحذروا الفتن، وأن يكثروا من قراءة القرآن الكريم ومن قراءة السنة، وأن ينظروا إلى الدنيا نظر المزدري لا نظر المعظم. فالدنيا قليلها، نحن نرى الأرض تستقبل الأموات والأحياء، وها نحن نرى الناس يموتون يوما بعد يوم. لهذا يحذر كل مسلم من الغفلة ومن المغبة في شهوات الدنيا، وكذلك من الغفلة عن الموت، والغفلة عما يحدث للعبد في قبره، وعن ساحة الحساب وعن القيامة. وأنصح أن يكثروا من قراءة ما أعد الله عز وجل لعباده المؤمنين في القبور، وما أعده للعصاة في القبور، وما أعده للمؤمنين ومن مقام في ساحة الحساب، وما أعده للعصاة أيضا في ساحة الحساب، وما أعده الله في الجنة، وما أعده للنار. فهذا يكون حينما يلازم المؤمن، هذا يزداد إيمانه بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك أنصح الإخوة جميعا طلبة العلم وغيرهم أنهم يحاولون أن يتفقهوا في أمور الدين، وأنهم دائما يحاولون أن لا يعملوا أي عمل إلا بعلم وبمعرفة ودراية، لأن الله عز وجل يقول في كتاب الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وهكذا أيضا أنصحهم أنهم إذا طرأ عليهم أي خلاف، فليسألوا أهل العلم الكبار من العلماء الكبار، مثل مشايخ اللجنة الدائمة، وهكذا مثل الشيخ الفوزان، وهكذا الشيخ ربيع، وهكذا المشايخ الكبار. ينبغي أن يسألوهم في مثل هذه المسائل، وكذلك مثل مشايخنا في اليمن، مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ محمد الإمام، والشيخ عبد العزيز البرائي، والشيخ الحجوري، وهكذا غيرهم من المشايخ. لأن الشخص إذا كانت صلته بالعلماء مستمرة، يكون بإذن الله عز وجل دائما على ثبات. خاصة العلماء الذين يدعون الناس إلى الكتاب والسنة، والذين لا يميلون إلى مذهب معين ولا إلى فرقة معينة، وإنما يتمسكون بالكتاب والسنة. فالشخص إذا كان دائما متصلا بأهل الخير ومتصلا بأهل الصلاح، هذا يكون سببا لقوته وثباته بإذن الله رب العالمين.